فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا طبيب ولي زميل قبطي وأريد أن أعمل له حفلا بمناسبة زواجه، فهل يجوز لي هذا العمل؟ لا تعمل له حفل مناسبة زواجه، كونك تساعده على الزواج إذا كان فقير هذا شيء لا بأس به، لأن هذا من الإعفاف، من إعفافه عن الحرام ولا بأس به. والله جل وعلا يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم تقسطوا إليهم. كونك تهدي إليها وتعطيه شيء، أما أنك تقيم حفل إكراما له وهو كافر هذا لا يجوز. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.